في إطار الجولات الصباحية تحديدا في صباح جديد، نروح الآن لمراسلة القاهرة الإخبارية، تنضم إلينا من تونس نسرين رمضاني، مراسلة القاهرة الإخبارية. أهلا بك نسرين، صباح الخير. ولو نبتدي الكلام معاك نسرين عن زيارة وزيرة الخارجية الليبية لتونس ولقائها بالرئيس قيس سعيد، لو مزيد من التفاصيل. صباح الخير عليك على بقية الزملاء وعلى مشاهدينا الكرام. نعم، هذا الأسبوع شهد زيارة وزيرة الخارجية الليبية لتونس، وكانت هذه الزيارة مهمة جدا للتأكيد على تعزيز التعاون بين البلدين. وزيرة الخارجية الليبية كانت أيضا مرفوقة بوزير المواصلات الليبي، وتناولت اللقاءات التي جمعتها خاصة برئيس الجمهورية قيس سعيد مسألة التعاون بين البلدين، تعزيز التعاون في العديد من المجالات بين البلدين. وأيضا أكد الرئيس قيس سعيد خلال هذا اللقاء عن موقف تونس الداعم لليبيا يعني التوصل لحل سياسي بالأساس ينهي الأزمة في هذا البلد المجاور. وزيرة الخارجية الليبية قالت أيضا إنها يعني طبعا في إطار هذه الزيارة أو بالأحرى ناقشت عدد من المواضيع الأخرى. زيارة وزير الخارجية أو وزيرة الخارجية الليبية ووزير المواصلات يؤكد أن ملف المواصلات والتنقل بين البلدين مهم جدا في إطار التعاون الثنائي بين تونس وليبيا. وفي هذا الصدد أكدت تونس وليبيا عن إعادة فتح الخط البحري بين تونس وليبيا، وأيضا تفعيل عدد من الرحلات الجوية طبعا بين البلدين، وتأمين حركة التنقل سواء للبضائع أو للأشخاص بطريقة سلسة أكثر بين البلدين في كل المعابر سواء الجوية البحرية وخاصة البرية، لأن هناك حركة تنقل دائمة ومستمرة بين البلدين، لأن تونس لديها معبرين بريين أساسيين مع ليبيا ويشهدان حركة تجارية وحركة مسافرين مستمرة.